جوينت عبارة عن وبيرنج جوينت. طيب بعد الهيد قلنا وبيرنج وربنا خلق الهيد والزفيرة وداخلة فين؟ السبلم والبور كونجرنس كويس، البور كونجرنس بتاعها ايه؟ كويس، يعني الحفرة بتاعت السبلم حفرة ايه؟ حلوة، خلاص ماسكة عضلتين مع بعض. طب لما تيجي تبص على الارتكيوليشن بتاع النيو جوينت، هو كم ارتكيوليشن اصلا؟ دي كم ارتكيوليشن؟ كم كم ارتكيوليشن؟ ايه هم الاثنين الاثنين؟ يقول لك واحد يقول لك في بروكس مودستا دي بيبر. لا لا دي بيبر دي بيبر مش خليه معانا. قول المشكله بتاعه السوبيريور دي بيبر تبقى تحس يعني طلع فوق مش طالع مين. دي جوينت زي ما عند مين عباره عن ايه؟ ارتكيوليشن. وممكن نخليهم ثلاثه ارتكيوليشن. ممكن يبقوا ايه؟ ثلاثه ارتكيوليشن. اول ارتكيوليشن بتوين الفيمر والتيبيال والتايم دول بيبقوا تو ارتكيوليشن. خلاص دول بيبقوا ايه؟ تو ارتكيوليشن. اللاترال مع اللاترال والميديال مع مين؟ مع الميديال. والارتكيوليشن الثاني بتاع ايه؟ الباتيلا مع الفيمر. خلاص الباتيلا مع ايه؟ مع الفيمر. دول تو ارتكيوليشن بتوع مين؟ بتوع الني جوينت. بس قال لك للاسف الني جوينت الكونجرس بتاع التيبيا تحت التيبيا الكوندايل ايه؟ فيري شالو. خلاص؟ فالتيبيا الكوندايل لما تيجي تتحد هتلاقي نفسها ايه؟ في الهواء. خلاص؟ لان الارتكيوليشن او الكونكيفيتي بتاع التيبيا الكوندايل صغيره جدا. خلاص؟ فربنا عشان كده راح حط تحتهم ايه؟ منسكس عشان يزود ايه؟ الكونكيفيتي شويه. خلاص؟ او يزود الدبس شويه. قال لك برضه مش نافعه. خلاص؟ حط حواليها كبسول. تمام؟ برضه مش بس قوي حط الجبل بدا يحط ايه؟ الجبل الليجمنت اللي عباره عن ايه؟ كروشيه في الجبل اديله بيستيرو في الجبل بدا يحط مين ده كلها ترى ايه؟ الجبل. ليه دول الليجمنت دول؟ عشان يزود الاستابيلت بتاع الني جوي. عشان يزود الاستابيلت بتاع ايه؟ الني جوي. خلاص؟ لان الني جوي دوت هو عباره عن ايه؟ وبيرنج جوي. فجوي شايل تقريبا 30 جسم تاني ايه؟ اه؟ لازم يسلمها فين؟ خلاص شباب؟ طيب ايه اللي ممكن تحصل في نيو يورك؟ فليكشن اوف ستيشن. فليكشن؟ فليكشن فين؟ زي نيو بوك. الالبو. فليكشن؟ خلاص بس الاختلاف الوحيد الانفكشن بتاعه بيحصل انتيرو. الثاني الانفكشن بتاعه بيحصل ايه؟ بيستيرو. خلاص ده الاكستنشن بيستيرو ده ايه؟ الاكستنشن انتيرو. ده الاختلاف الوحيد ما بين الالبو والني. ماشي يا شباب؟ يبقى الكوب اوبن اللي عندي بيظهر هو ايه؟ فليكشن والاكستنشن ايه؟ والاكستنشن. طبعا زيه زي برضه الالبو الزيرو اكستنشن. الاكستنشن ده عباره عن ايه؟ زيرو. الاكستنشن ايه؟ يعني بقى في الكيتشن الكيتشن بتاعه كام في الكيتشن؟ 120 125 135 ولا اكتر. طيب الباتيلا الكبرى الجوينت ده عباره عن باتيلا بتتحرك ايه؟ اب اند داون. خلاص؟ وبيديو لاتر اب اند داون وبيديو لاتر. واخدت اكيد خدت قيمه الباتيلا مع الدكتور محمد سرحان في المكان. خلاص؟ مش خدت الميكانيكا الفانكشن الباتيلا؟ صح؟ ليه ربنا عامل الباتيلا؟ حط الباتيلا وحط الايه؟ السيستم بيعدي عليها صح؟ بيفرق معاك في الطرفه ما بيفرقش؟ بيفرق في الطرفه ولا لا؟ بيفرق في الطرفه. بيفرق في الطرفه؟ ايوه. يا رب. طيب. نيجي نتكلم عن مين؟ نيجي نتكلم عن مين؟
بتكلم على مين؟ عن مين في الشبيل بيعمل مين في الجراء؟ بس؟ قلتها صح كده؟ طيب الهامس اللي احنا غزناها مع دكتور محمود صبري مين قبل كده؟ نعم لكن على مستوى البايسبس في ورقه بتسميها ايه؟ لاترال هامسترنج، بتسميها ايه؟ لاترال هامسترنج، هي بتعمل ايه؟ سكشن هيب، سكشن روتيشن، فليكشن دي مين، سكشن روتيشن مين، فليكسبل دي، خلاص ده الاكشن بتاع مين؟ البايسبس اللي هي بتسميها ايه؟ لاترال هامسترنج، خلاص يعني بقى لاترال هامسترنج وهو المفروض مين دي؟ بايسبس، تمام؟ السيمي ميمبرونوز، السيمي ميمبرونوز اسمه واحده عريضه عشان كده سموها سيمي دي زي الميمبرين خلاص وواحده رفيعه وطويله عشان كده سموها ايه؟ زي السيمبر خلاص؟ طالعين لي فين هما الاثنين؟ بتديه والسيمي بروز بتديه مين؟ بتديه بيوصلوا ميتا البورشن وبتديه ميتا الايه؟ كوندايا طيب والسيمي بروز بتروح فين؟ خلاص؟ هما الاثنين الاكشن بتاعهم واحد بيعملوا اكستنشن هيب الدنر روتيشن فليكشن دي والدنر روتيشن بين الفليكسيت ده الاكشن بتاع مين؟ بتاع الهامسترنج مصر عضله مهمه جدا 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 غني جدا ليه؟ عضل الصبر خلاص؟ اي مشكله في اللمبر هتلاقي الهامسترنج كذلك بتكون مفيده خلاص؟ اي مشكله في اللمبر هتلاقي ايه؟ الهامسترنج داخله بتكون مفيده معاك خلاص؟ الهامسترنج تبقى ثابته فين؟ في النافوخ خلاص؟ ده شكل ايه؟ المصل، ده شكل المصل. دي فيشة دي بيكوشة بيكوشة ازاي؟ هجيب الكريم كلام؟ شكل ساعد يكون فين؟ بس خلاص لما مفيش مشكله بني منع ايه الرينج
عايز اشوف المشكله بتاع الانجن هي مصر ولا ليجامنت ولا ايه بالظبط. خلاص انا بعمل انجكشن اي وضع من ايه من الوضع. بس هو دايما لو انت هتختار بين تو بوزيشن برون ولا سبايل سبايل خلاص السبايل مور كونفورتبل ده ايه برون. خلاص لو انت هتختار تعمل تيست مليون ده ينفع سبايل ينفع برون تختار يبقى مين افضل سبايل سبايل. بس الاثنين بيقولوا ايه ينفع يديك نفس الايه الكواليتي. خلاص هختار مين السبايل يبقى السبايل هو الايه المور كونفورتبل وبعد ده المور ايه كونفورتبل. ده بالنسبة للرينج اوف موشن. بالنسبة لمين؟ رينج اوف موشن. مين هتكسر المصر؟ للني فليكشن أول واحدة مين؟ جاستروس فليكس مع ساتوريس. خلاص كل ده بيعملوا إيه؟ زي ما خدنا السكاشن بيعملوا إيه؟ ني فليكشن بيعدوا على الني جوي صح؟ شباب ده في شباب حاضرين المحاضرات ومش هتكون في السكاشن لحد دلوقتي. الشباب لازم من المعرض مشتوا في السجاجة لحد دلوقتي وشوفوهم في السجاجة. عن الاتنبه الترم ده هنشوف كام اسبوع هو المفروض 16 على الورق. خلاص 16 على الورق يا حضرتك من حقك ممكن تيجي في اربع سجاجة. اكثر من اربعه في اي ماده هيجيب تقدير بيها هتطلع لك الماده. خلاص دورك تطلع اللائحه الماده اللي عامله اللائحه 75% الهامسترينج. احنا قلنا لازم هامسترينج يا مين؟
الروتين بتعمل اكستنشن هيب اكستنشن دي وبتعمل ايه فتره الاستراتيجيه بتعمل استنر روتيشن. تعالى حط الني استنر روتيشن خلاص واعمل ايه ليجريشن عادي مش عارف ليه كده لا تمام. طيب الميدل هامسترنج تعمل ايه استنر روتيشن وقطعت الدوره روتيشن عامل ايه ليجريشن واعمل ليجريشن هتظهر التمبل بتاع مين بتاع السيمبل روتيشن السيني ماشي هبدا في البروفيشن او انا عايز اعمل ايتريشن لمين اللاتر او الميديال امسل اللاتر او الميديال امسل وما اطلعش من السكشن ولا بكون عامل ايه العمل خلاص. والدكتور اللي معايا في السكشن ما ينفعش يشرح الحاله كنا بنتفرج وقاعدين على الكراسي وما بتشتغلش لازم تقوم حضرتك وحضرتك تشتغل وتحط ايدك لو كان الباشا انت معايا اصلا خلاص ولا لازم معايا تشتغل كان المناهج مفيش حد يقعد في السكشن ما يحطش ايده خلاص. فانا دول ان شاء الله على حد فيهم حاجه جيد جدا اللي بيحتار الولاد مش حاجه جيده من الماده دي هنحطها خلاص الكشف بتاعك كلها مش حاجه جيده جدا الماده هنحطها خلاص عمل النظر يكون متشرح ومتعمل قدامك وانت هتشتغل على طول خلاص. فاللي بيطلع من السكشن ده مش هيروح يذاكرها تاني اللي فيه. طيب ده بالنسبة لإنس جرافيتي تيست ده بالنسبة لمين؟ لإنس جرافيتي تيست ولا حكاية كلام أنا عاوز أعمل أجريشن للميديال هامسترنج يعني عشان أعمل مين؟ الميديال هامسترنج بس خلاص بعمل إيه؟ الإنترنال روتيشن هعمل إنترنال روتيشن في مين؟ في التيبيو ده أنا معايا شغل خلاص عامل إنترنال روتيشن في مين؟ في التيبيو عامل إنترنال روتيشن في مين؟ في التيبيو شغال مين؟ الميديال هامسترنج أو اللاترال هامسترنج خلاص هعمل اكسترنال روتيشن في التيبيال واشتغل وهي عامله اكسترنال روتيشن في مين؟ في التيبيال يعني البيك تو بقى ايه؟ لبره البيك تو بقى لبره ده معنى اكسترنال روتيشن خلاص كده شغال في مين؟ ليفل هعمله اكيد هعمله اكيد ايه؟ سايد لاين سايد لاين هعمله فين؟ سايد لاين يعني انا مش فاهم اصلا البلد دي انا واحد يمكن ايه؟ ممكن اذكر اساسا ممكن انت تطلع معاك ايه لازم ايه ده انا واحد متخيل كويس وبفهم كويس خلاص ما ذاكرهاش انت بتذاكر ليه عشان تتخيل وتذاكرها في الامتحان مش تدخل الامتحان تتخيل الامتحان مش هديك فرصه انك انت ايه تتخيل خلاص تتخيل قبل الامتحان فانت تدخل الامتحان متخيل وجاهز خلاص تاخد الكارت وحط على طول لان مش تدخل الامتحان حاول مش في دماغي واحط القلم واحط صايد ولا زوايا ولا لا خلاص انا من اول مذاكره وعارف انت مش ايه. طيب ده بالنسبه للجرافيتي انيشن تيست. طيب هل كل استراتيجيه ممكن تحصل؟ اكستنشن ممكن يعمل؟ او اكستنشن احنا قلنا استراتيجيه تعرف الاكسسوري خلاص مين الاكسسوري؟ اول حاجه ايه سارتوري اول حاجه ايه سارتوري العين ده هو نايت جول او عشان الناس دي جت بيقول لك نعمل فين بقول لك اكشن استنر روتيشن كده ده عين شغال مين هو سارتوري سارتوري عين شغال سارتوري لو راح في اكشن شغال مين صح كده شغال مين جلاسيس لو بدا يجيب معاك فليكشن بعدين بيجيب معاك منطر ايه فليكشن خلاص بدات تعمل جاسترو وده شغل معاك ده فانت عشان تعرف انت بتدريش هتعرف مين اللي هم اللي هيشتغلوا عشان يعملوا ايه؟ يكملوا لك الاكشن هم اللي هيشتغلوا عشان يكملوا الاكشن لكن العامل الاكسسوري على طول الاستراتيجيه تبقى ايه؟ ثابته من ده ماشي يا شباب؟ نعم ينفع في الني فليكشن لو عملت من هاب روم عشان اقلل التاثير الجذرير عايز تعمل ايه؟ هاب روم لو عملت برضه حاله 90 برضه هتبقى ايه؟ هجلس بعد سنة بقى او هتبقى لاند ديليميشن خلاص انا نايم هاب روم هاب روم هو اللي نعملها كده شباب من الوضع ده خلاص فالهاب روم انت وتعملها كده خلاص اول حاجه هنا ايه؟ خلاص اجلس طب بعد 90 اللي حصل؟ ايه كروزي كده؟ بعد 90 اجلس بعد سنة اللي حصل برضه دكتور كويس اجلس كويس جربها على نفسك واقف كده واعملها خلاص لا بقى قرون حد جدا بقى عايز تعالى باعتبار مثلا الراجل ده اهو قاعد قاعد بتشتغل لبابا اجنست لغايه هنا
بعد كده اللي حصل تمام لا اللي اخذت الترانزفير كده لا اللي اخذت فين الترانزفير شويه بعد كده راح مع مين مع الجراف بعدين هروح مع ايه في جزء هيبقى جراف ونزل في جزء هيبقى وز خلاص مش هيبقى كله هينزل ده مش هيبقى كله هينزل ايه خلاص بوزيشن ده بوزيشن كونفورتر بوزيشن كونفورتر اليمين الاثنين لو واحد هقعد في وش القطعه بتاع هو اوقفه كده وانا اقعد ورا واترفع انا في الارض اعمل له هديه يعمل ايه؟ مش حاجه والله يا سؤال انت بقى حكمك بس يعني ايه اللي يجبرني اعمل كده انا؟ مفيش حاجه يجبرني تخليني اعمل كده خالص حتى الهاند فريم ماشين الموجوده في الجيم عندها انه فين؟ البروب قدام برضه البروب بتشتغل الهاند فريم ماشين خلفيه صح كده؟ صح ولا غلط؟ تمام؟ ايه؟ واحد ده مستني بقى ماشي بس حاسس ما بتشتغل بيه مستني يعني بقول لك تشتغل بيه لو في مستني مش تشتغل بيه خلاص لان هو معرض للاصابه يعني كل جون بتاعتك على الخط كل حاجه ثابته لكن لما تنام مرونه ثابت ده كويس خلاص متحكم كويس بتدي التورك بتاعك بتقول ايه صباح يا شباب دايما افضل الاوضاع اللي بتبقى كل جسمك كله ايه عامل له سبورت خلاص احنا في ليه كنا برضه كنا واخدين اجنس جراف من السن احنا كنا كده بنشتغل على اجنس برضه على السن من نفس الحاجه طبعا في جزء ده بيبقى غير تريبل ده بدا السن مرحله ثانيه خلاص ماشي طيب الني اكستنشن الني اكستنشن مين يعمل اكستنشن؟ كويس العضله الكبرى فين؟ العضله الاكبر مين؟ الباطن بعد خلاص العضله الكبرى خلاص اللي هي دلوقتي سبس الريكتور بكام هيد؟ الاربعه لما الريكتس والباسبس الريالس والانترميديس خلاص الوحيده اللي هي تيجي جوه الباسبس هي مين؟ الريكتس اللي هي طالعه من فين؟ ايوه 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 كل اكستنشن دي معاها ده الريكتس بتاع اكستنشن هيب اكستنشن دي بتاع اكستنشن هيب ايه؟ اكستنشن دي طيب شوف دي القصص اللي هتلاقي طالعه من فين كده؟ طالعه من الفيمر وجيه الدكتور وجيه اليونيفرستي خلاص كلها تبقى في ايه؟ من هنا اسفل طيب شوف اللي جاني طالعه خلاص وجيه دي الليب اوف انير اسفل يعني لاترال لاترال ليب وجيه دي من فين؟ الميديان انت ممكن تطلع من فين؟ الروكس مدروسيه الروكس انتروس هنتم شاف ان نستا لاترال ليب اوف ايه؟ لينيا اسفرا خلاص ده مين؟ وفي ناس تقول لك ده خمسه يعني بيطلع طلع كده ناس تقول لك تلف خلاص بيهد هيد خمسه ماشي؟ بس احنا هنمشي على اسم هم ايه؟ اربعه هيد خلاص؟ المهمة بالنسبة لي هو أكثر أهمية هي مين؟ الريكتس الريكتس إيه؟ أه ودايما لما يكون حد عنده مشكلة في ال 2 3 خلاص يعني تمر النيرف هو مضغوط أو عنده ديسك 2 3 بيسمع فيه في الأنتي بايت بيصير ده صعب ليه؟ لأنه بيغذي مين أكثر؟ الكوادري بيغذي الكوادري سيبس خلاص الكوادري سيبس هي عضلة مهمة ليه مهم يا شباب ان هي بتقعد؟ من غير كواد سيبس تعرف تقعد؟ هي بتاخد دي فين؟ اكستنشن والاهمهم هي الباصص ايه؟ الريم مو الباص الجالس ايه؟ خلاص ليه الباص الجالس؟ هي هتقعد منها عشان اخر 10 درجات في اكستنشن طبعا دي اخر 10 درجات في الاكستنشن خلاص هما اللي خلوك انت ايه؟ واقف خلوك واقف خلاص او بتعمل لوكينج خلاص بتعمل ايه؟ لوكينج ماشي يا شباب هي المهمه بالنسبه لنا واكتر واحده ايه؟ مهمه فيهم فالكوادسبس عضله مهمه جدا خلاص بنشوفها كتير جدا مع الايرانيين احنا بنهتم بيها كتير
خلاص قلنا في لعبه الكوره هنبدا نشوف ايه كوره الكوره بتاعته قويه بتعمل ايه؟ اكستنشن. هي بتعمل اكستنشن خلاص تمام. بس هي عشان تشتغل كويس لازم تشتغل معاها كويس هيبقى بتكتر الهيب ده وتسريب ميدياس ومينيماس شغال معنا عشان كده دايما احنا ما بنتعاملش مع مصر بنتعامل مع مين؟ مع فرنسا. تعامل مع مين؟ مع فرنسا. انا عايز اخليه يعمل ايه؟ عايز اوصله لايه؟ ده الهدف الرئيسي فين؟ الشغل بتاعنا. لما اتعامل مع وظيفه لازم ابص على الثلاث حاجات دول. الجوينت اللي بيعمل الوظيفه، المصري اللي شغال على الوظيفه، الاستابلايزر اللي شغال على الوظيفه، والاكسسوار اللي شغال على ايه؟ على الوظيفه دي. خلاص؟ زي ما انا شغال شغال كده ما ببصش على المصدر بس. انا بعمل وظيفه عشان كده دايما المخ بيقول دايما المخ بيقرا وظيفه ما بيقراش ايه؟ انديفيدوال موفمنت. يعني المخ ما يعرفش ايه؟ ليكشن اكستنشن. يعرف ايه؟ ليكشن عشان حاطط ايد الفوق. خلاص؟ حاطط على الباب. برضه الخميس، بعد الخميس. خلاص ده اللي بيحفظه مين ويعرف يقرا مين؟ المخ. لكن هو كده بلا هدف ما بيجيبهاش. خلاص؟ فدايما بنتحرك بشكل فتر موفمنت او بنتحرك بشكل ايه؟ وظيفي. ماشي؟ طبعا الريتم موشن تقريبا بنفس ايه؟ ذات الواقع. بنفس ذات ايه؟ الواقع بس هجيبه بدل مكان حتى من زيرو اكستنشن حد اكستنشن انا هجيبه من اكستنشن حد ايه؟ اكستنشن. حتى من 35 اكستنشن حتى ما اوصل لزيرو اكستنشن. نفس الشكل، نفس مين؟ الشكل. اكنستك نفس التست هتعملهم فين؟ ممكن اعمله من صباعي لو عايز اعمله من صباعي بس الاريح ليا مين؟ الستنج. خلاص؟ الاريح ليا الستنج. قاعد ستنج الراجل النون تيست ستنج مريحها خلاص وماسك البنز كويس وفايل الظهر كويس عشان لما ندخل الامتحان اعمل كويس تدخل مع البيشن بتاعك او زميلك والراجل مكتب قدامك وثبت ايديه وانت بتعمل التيست وفاهم كله تطلع من الامتحان ده بتشوف انا جاوبت ازاي واخد 6 من 10 ما انت جاوبت حاجه جاوبت ايه؟ بتعمل نيك كده بس خدت بالك من البوزيشن بتاع الفيشن؟ لا خدت بالك من البوزيشن بتاعك انت؟ لا خلاص جاوبت كلامك كويس؟ لا وتاخد درجه على اساس ايه؟ فالامتحان ده ينفع اخد تيست اربع حاجات اناتومي خلاص فيشن بوزيشن سيرف بوزيشن دايما الواحد لما يدخل مكان او يروح مكان بيبقى ايه؟ شكله ما حدش قال لك يعني شكلك كويس بس ده المفروض حضرتك شكلك شكل دكتور ماشي؟ هاي الشكل اللي بتاخد ده خلاص بعد شوف هو عامل ايه؟ سيطره ايه؟ سيطره على الفيجن بتاعها الفيجن بتاعها ما يقدرش ايه؟ يروح على يمين ولا شمال بص شوف هي لابسه ايه لابسه رايز لابسه مطرون لابسه شميز انت تعرف تتحرك مش ماشي بشكل خلاص تلاقي الواحد لو طلع خمس سلاسل ومش عارف ايه وماشي كده خلاص خلاص بقى الشغل الشغل بعد ما تخلص شغل مشي زي ما انت عايزه خلاص الشغل شغل خلاص ولا الدكتور لابس له خمس خواتم ولا تبدا ولا حضاره ولا ساعه كده او ساعه فمش شغاله بس مش شغال لا حتى مش عارف شويه عمال يزيد بيه وشغال
يعني ايه وقت الشغل اهو اه الناس دي عندها وقت الشغل شغل خلاص ظبطها نفسها حتى عامله شعرها ايه مستقبلها يلف ويجي على نفسها خلاص اهو ست كبيره الراجل ده ممكن يعمل ايه؟ مش ممكن يعمل هيب فليكشن؟ لو شغل دريكتس على مستوى هيب مش ممكن يعمل ايه؟ هيب فليكشن خلاص؟ ممكن يجي سبستيوشن بايه؟ ترانسفيرس فليكشن خلاص هيدي لنفسه ايه؟ تورك ويبدا ايه؟ يشتغل عشان نفسه يبدا ايه؟ يشتغل خلاص؟ كل ده ممكن ده انواع من انواع مين؟ الاكسس انواع من انواع الفورميشن طبعا بتاع الترانسفيرس مش احمد انا تحول يعني ده ما عرفش الموضوع ده كان فيه مشكله اه المصل ظهره قدام المصل ايه ظهره قدام تمام الجرافيتي فيجن تيست اوكي سايد خلاص اهو ده سايد لايت وهي شايله خلاص وعامله له ايه مي فيكشن عامله دي فيكشن هو كل ما عليها يعمل ايه مي ستيشن هيعمل ايه مي خلاص شباب مفيش اي مشكله برضه بتتعمل ودايما انا بهيئ حاجه في مكاني ليا خلاص يعني انا راجل طويل بجيب الانسان تحت يشتغل معايا خلاص المريض ما بيعرفش يطلعوا بيقول لهم سلم هم يطلعوا بس هو هيلاقي نص ساعه المريض بيشتغل معايا نص ساعه على السرير طلعته بسلم صح؟ طب انا المفروض خمس ست ساعات واقف على السرير افضل شغال كده؟ لا انا اظبط سرير على ايه؟ عليا على الاقل يبقى في سرير ليا شغال بتاعنا لما بشتغل بتاعنا الواحد لو طوله قصير مثلا بط السرير يا فندم خلاص انت ليه بتشغل وتهيئ الاماكن على عشان تطول عمرك في الشغلانه الشغلانه انت عارفينها مرتبه يعني شغلانه متعبه يعني خلاص طبعا عشان تطول عمرك في الشغلانه لازم تحافظ على ايه؟ على وزنك على وزنك ما يفيدش وتحافظ على الوضع بتاعك الميكانكس بتاعك انت بتتحرك يبقى تتحرك بشكل ايه؟ سريع. عرض شكل سريع. شباحة ايه مثلا يشوف ناس روح للدكتور. عايز تنصف له بس سايد انت بس خلاص. بس انا ساعكوها هتخلي يعمل ايه? ايه? انا بتكشف. تيجي انت شوها فروع عامل كده. خلاص? تيجي انت فروع عامل كده. ما ينفعش والنوش هيطبع لك حاجة. مش هيطبع لك انت مش عارف تعمل. هو هيعمل? خلاص طبعا واحد تاني يقول ايه? طول ما انت قاعد خلي معك فوق. هو عامل فوق. صح ولا غلط انا بس هقول لك اعمل حاجه ولا ما اعملهاش انت عايزها تاني هتعملها خلاص ولا واحد اقول بعد ده لازم تخس خد بالك لازم تخس ولازم تزيد طب بص لي ده فوق ده بص لنفسك خلاص طب بص لنفسك فدايما لما تيجي تنصح حد بتعرف يعني بتطلب شغلانه حد هي طيب في اكسسوارات كتير عايز توصيفها ولو انت مش عارف تعملها عمرك ما توصيفها صح ومش هتعملها اصلا خلاص طيب ليه يا بنت فيا موجود عندنا هرمون مين؟ اس ال ونسمع اشارات اس ال ايه؟ حاجه ولا حركه كتير جدا خلاص من ساعه ما عمل الترتان شغال كويس طبيعي خلاص من ساعه ما عمل ملاعب الاستفاده الصناعي دي كل ايه مفيش يعني مفيش شغله لما كل ملاعب تحصل فيه اثنين ثلاثه صليب خلاص فالصليب كتير جدا الرباط الصليبي يا جماعه ما شاء الله في الاخير خدت المكان بتاع الدكتور محمد بس خلاص اخدت الايه المكان الزاد اللي صار صح طب دي كانت بتيجي من الاصابه وكانت جايه من الاصابه في هذا الاكسبنشن وانسي الاوبشن في هايبر اكسبنشن بتاع واحد طلع وراح نزل عملية الفين هايبر اللي عند ام واحد وجلد ام واحد ايه؟ وجلد واللي عايز يشوفها يشوفها مع برينو بيتش اللي صار تحت برينو بيتش كده شوف هو كان فوق وراح نازل حاطط له ايه؟ شهر راح وجلد راح جاب الانسين والبستين الراجل ايه؟ خد اثنين راح جاب الورق الانسين وراح راجع ايه؟ البستين جاب الاثنين خلاص؟ والتكنيك الثاني اللي هو رجلك بتثبت تحصل عليه اجزاء روتيشن رجلك بتثبت تحصل عليها اجزاء روتيشن اكرم توفيق في اخر اصابه مروان محسن في 2017 خلاص اللي هو نزل
واحد رجله بعيده عنه، فلما يطلع حصل ايه؟ رجله تعلقت وحصل فيشن من فين؟ من فوق، خلاص فبتسمع صوت الطلعه. ماشي الحال؟ طبعا اصابه رخمه، اصابه لما بتحصل في وقتها انت بتحس صاروخ خبط في رجلك، يعني بتحس ال... انا بوصفها لك عشان حصلت لي اسئله. فبتحس حاجه منطقعه، خلاص تسمع صوتها واللي حواليك بيسمع صوت الطلعه. خلاص فالاصابه بتبقى سخيفه. تمام؟ طبعا الحاله الجاي دول ان دي سي اللي بتحصل في انجري مين اكتر مصدر بتاثر؟ والله ويكنس واكتر والله ايه ويكنس واكتر الاثنين خلاص اللي كان صفر في اللي بتاثر فبالتالي هيحصل لك على مين؟ على المصدر خلاص. واللي بتواجه سيف هيحافظ لك على الاكستنشن خلاص. والاي سي ال بيمنع الانتيور ايه؟ ديسبليسمنت بيمنع مين؟ الانتيور ديسبليسمنت خلاص. طيب لو الكواليتي الشيكات قويه جامد هتاخدها فين؟ الانتيور ديسبليسمنت. هي بتعمل ايه؟ الديور ديسبليس احنا ده بيحصل فيها الانيميشن خلاص. طيب لو عايز اتاكد من التيست بتاعي اعمل بعمل تيست اسمه ايه؟ انتيرو درور. انتيرو درور انتيرو درور خلاص. ده الشكل بتاع مين؟ انتيرو درور تيست. العام بتاع الرنايه صغير عامل ايه؟ بعديه فليكشن عامل ايه؟ بعديه فليكشن. دي فين حضرتك موجوده فين؟ تبيا خلاص. تقوم عند التبيا ماشي. تبدا تعمل ايه؟ انتيرو بس تعمل انتيرو ايه؟ ديسبليس. العصب طبعا بتعمل على السليمه الاول وبعد كده بتقارن ايه؟ بالمصاب. انتيرو ديسبليس بتعمل عصب بالتفصيل السكاشن عشان يكون عامل السكشن ده اللي هيستوعبه كم التفصيل اكتر في ايه؟ الاورثوبيدك بعد كده عشان اعرف ايه؟ الاورثوبيدك بعد كده بسميها انتيرو دولار ايه؟ لحمن تست. يعني لحمن تست برضو من الاسئله ديشا لحمن ده طالما تعرف حرف الخط تعرف هو الماني الماني تسمع حرف الخط كده تعرف هو ايه الماني حتى الماني ولا عم قال لك ده بيجي العيال بتاعك حد سوق طريقه حد يجي لك حد خفيف صديق يجي نازل تعالى عمر على الانك بتاعه خلاص بناء على ايه؟ الانك بتاعه الصم بتاعي عند تبيا على الناحيتين من الشاف بتاع التبيا والفينجرز عند الايه؟ عند الكف خلاص بعمل ايه؟ بضرب خلاص بعمل مين؟ بضرب بعمل السليم الاول وبعمل مين؟ المصاب بعمل السليم عشان اشوف هو بيجيب معايا اصلا قد ايه؟ ولما اعمل المصاب هتلاقي بقى بيزيد ايه؟ معاك لان تبقى تبقى خلاص ما مين بضرور خلاص. فلو عايز اعمل لحمن قال لك لحمن ده ايه بتحط رجلك كده خلاص ويريح رجله هو يبقى عامل فليكشن من 10 15 درجه عامل كام فليكشن من 10 15 درجه وتبدا تعمل ايه بقى انت انتيرو برضو ايه وضرور خلاص وتشوف الاصابه هل بتروح معاك تبقى ولا ما بتروحش خلاص جميل لا خلاص. بص كده على الاتجاه بتاع التيكه اتجاه الفرص بتاعتك تبقى لفوق من التيكه بيحصل لها ديسبليس هنا ايه؟ الخط الاحمر ده انك انت بتسدد ما تخليش تطلع معاك انت عامل برضه كونفيرجن من تحت على التيكه عامل كونفيرجن بتاعك على مين؟ على الناكبر تيست. يعني ايه الناكبر تيست ده؟ بعمله ليه؟ عشان الميسكس بعمله عشان خاطر مين؟ الميسكس وده حضرتك هتعمله على الصيف خلاص؟ ده حضرتك هتعمله ايه؟ الصيف هيتجاب المره الجايه ايه؟ الصيف هنزيد عليها اولاد كلنا في السكاشن الاولاد ده الامتحان بتاع المره الجايه خلاص السكشن بتاع مين؟ لسه بقينا سكشن وبعد كده هندخل على مين صح؟ سكشن ان دي فليكشن او ان دي فليكشن اكستنشن هنستدعي على مين؟ على الماكرو ليكست هنستدعي على مين؟ خلصنا ان دي جوينت